سلام البنات، اليوم بغيت ندير شوية دجاج والغراتان تاع شوفلور، وقلت نشاركو معاكم. باش الدجاج غادي نفور كلش شيفرون، وغادي نفور الدجاج. الوغ الدجاج انا دايره ثلاثة هنايا تاع نص دليكويس، والعطريه كما كنعرفو فلا حمراء، كمون، بزار، ملحه، خرقوم، معدنوس، وقزبور، وشويه الكيتشوب. غادي ندير كلش هنا، نزيدو على الدجاج. باش غادي نخلط غنزيد واحد شويه الزيت بلديه، زيت الزيتون، غنخلط كلش. لانها هو منين شرملناه. الوغ و الغراتان تاع الشوفلور، غنحتاجو الشوفلور، نحتاجو فرماج، اي فرماج غابي. انا خديت الموزاريلا، كريم فريش، وثلاثه د البيضات، وشويه نتاع الموسكاد. المهم لاصوص انا ابخي غادي نصوبها، مي دابا خاصني غادي نديرو هادشي تفور، نديرهم في الماكينه. ندير الشفرول من الفوق، غادي نغطيهم وغنخليهم يطيبوا. الدجاج ديالنا والشيفلور بعد ما تفوروها هما، الدجاج غادي ندخلو الفران يتحمر شويه، والشيفلور ستفتو هنايا. ودابا غادي نبداو نديرو الصوص باش نغراتيو، ندير الشيفلور يغراتيني. غادي نستعمل غير هذا لان باقي فيه شويه نتاع الشرموله، كوم سي يعطي ان بيتي بو الكو الشيفلور. الو غادي ندير البيض، نزيدو لاكخيم، ندير شويه ديال الموسكاد، موسكاد ولا الكوزة، حنا كنقولو الكوزة. نحركو كلش مزيان، ملي تخلطنا البيض ولاكخيم مزيان غادي نزيد الفرماج. ونحرك، غنزيد دابا كلش على الشيفرون. غادي نسيي نبلاطي ان بو، نضغط على الشيفرون غير باش يولي لي مسطح. غنزيد الفرماج لي باقي لي، بس ده يعني.
غادي ندخلو الفران وتشوفوا معايا النتيجه النهائيه. وها الكغاطا ديالنا منين طاب وخرجتو من الفران والدجاج، دابا غنحطهم في الطبسه ونوريكم. وهذا هو الكغاطا ديالنا والدجاج. المهم كنتمنى الفيديو يعجبكم وشاركوا في القناه ودعموني كثر وكثر باش نحاول نشارك معكم دي فيديو بليز اون بليز. بسلامه.